مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير. تحية مسائية عطرة لكل المتابعين الأوفياء اينما كانوا، سواء داخل المغرب او خارج المغرب. كنحييكم عاليا بطبيعة الحال. ف كما كتشوفوا فبطبيعة الحال مؤخرا تم إصدار مجموعة من القرارات، ومن بينها منع التجوال الليلي بداية من الساعة 9 ليلا إلى غاية الساعة 6 صباحا إلا بمبررات صحية ومهنية. كما كتشوفوا اليوم يعني نزلنا للشارع السوسي هنا بمدينة أكادير من أجل باش نشوفوا واش الناس يعني كتحترم هذه القرارات، وأيضا القرارات التي أصدرتها يعني السلطات الإقليمية هنا بعملة أكادير إيدا وتنانا. بطبيعة الحال يعني كما كتشوفوا لا زال مجموعة من المواطنين يصولون ويجولون هنا في شوارع المدينة كما كتشوفوا معنا على المباشر. فبطبيعة الحال غادي نحاولوا أننا نقربكم يعني من بعض النماذج ديال الاستهتار، من بعض النماذج ديال الناس اللي لا تحترم يعني هذه القرارات. كتشوفوا معنا يعني الناس باقة في الشارع إلى حدود يعني هذه اللحظة. وأيضا يعني هناك كما كنعرفوا بأن كان يعني قرار ديال إغلاق المحلات التجارية يعني بداية من الساعة 8 ليلا، إلا أنه مع الأسف الشديد كما تشوفوا كنصدوا ما زال يعني محلات تجارية هنا بمنطقة السلام يعني تشتغل بدون أي مراقبة بدون أي شيء كما تشوفوا يعني. فمجموعة من الناس اللي يعني ما كتشوفوا فكاين مجموعة من الناس كما شفتوا يعني محلات تشتغل مع الأسف في غياب أي مراقبة في غياب أي شيء. فالسؤال مطروح، لماذا هذا الخلل؟ أين الخلل؟ لماذا المواطنين لا يحترمون يعني قرارات ديال السلطات الإقليمية يعني بمدينة أكادير؟ بطبيعة الحال إخواني الكرام، فكاين مجموعة من الناس اللي باقي كيدورو في الشوارع بطبيعة الحال هنا منطقة السلام. أنتم إخواني الكرام غادي نحاولوا أننا نقربكم يعني ما يقع في هذه المنطقة. يعني السؤال مطروح، أين السلطات المحلية من هذا الأمر؟ يعني محل تجاري كما كتشوفوا يعني خارق حالة الطوارئ، والناس تشتغل بدون حسيب ولا رقيب كما كتشوفوا معنا على المباشر. بطبيعة الحال غادي نقربكم يعني أكثر من هذا الأمر إخواني الكرام. فأنتم يعني غادي نحاول أن نقربكم يعني من الصورة. يعني الناس يعني باقة خدامة ولا حسيب ولا رقيب. يعني أنتم يعني الصورة أمامكم. يعني السؤال مطروح، يعني واش السلطات دايرة مجهودات جبارة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها من أجل تجاوز الأزمة، والناس يعني لا تحترم يعني هذه القرارات الأخيرة، خاصة إغلاق المحلات التجارية بداية من الساعة 8 ليلا، وأيضا حق التجوال الليلي بداية من الساعة 9 ليلا إلى غاية الساعة 6 صباحا إلا بمبررات يعني مبررات مهنية وصحية. فكنتمنى من الناس باش على الأقل أنهم يحترموا يعني هذه القرارات بطبيعة الحال اللي كتصدرها السلطات، لأنها من أجل المصلحة العليا المواطن، من أجل المصلحة العامة بطبيعة الحال إخواني الكرام. كنتمنى صراحة يعني من الكل باش أنه يعيد النظر ما يقع في هذه المنطقة. الناس يعني باقي كتجول إلى حدود يعني الساعة تقريبا 9:30، يعني محل تجاري لا زال يشتغل. أنتم كما كتشوفوا أيضا كاين الناس اللي باقا تجول وتصول بدون حسيب ولا رقيب. هنا
دور السلطات المحلية من أجل الزجر، من أجل استتباب النظام العام داخل الشارع الأكاديري، لأنه لا يعقل باش يكونوا يعني قرارات والناس يعني تضرب بها عرض الحائط، يعني لا احترام لا أي شيء. يعني هنا السؤال يعني اللي بطبيعة الحال والجواب هو أن الخلل في المواطن، يعني المواطن هو الذي يتحمل جزء يسير من المسؤولية اللي وصلت بها يعني الحالة الوبائية هنا بمدينة أكادير. كما كتشوفوا معنا يعني هذا فقط نموذج، غادي نحاول ندير واحد الجولة باش نقربكم أكثر إخواني الكرام. فالناس يعني شوفوا اخواني الكرام، يعني محلات تجارية باقة محلولة، باقة فاتحة مع الاسف الشديد. وهنا ربما كاين واحد التهاون واحد التساهل ديال السلطات. هذا الباب كما كتشوفوا الناس ايضا باقة طبيعة الحال. يعني محل تاني كما شفتوا معنا الناس يعني تشتغل في خفاء، والسلطات يعني كنتمنى من الكل باش انه يشوف هذا الامر، لانه لا يعقل. اخواني الكرام انتم كما كتشوفوا محل اخر يعني كيشتغل بدون حسيب ولا رقيب. يعني كما شفتوا معنا يعني الناس ما ضابطينش الامور ديالهم، خاص السلطات تحرك في هذا الصدد، لانه يعني الا كنا كنخرجوا قرارات يعني من اجل الحد من الحاله الوبائيه، لكن ما قلت اخواني الكرام يعني الا كنا كنديروا قرارات من اجل الحد من الحاله الوبائيه، وكيجيو يعني بعض المواطنين المستهترين وبعض يعني التجار اللي ما عندهم ادنى يعني ديال حس المواطنة وباقي يعني ناس تشتغل انتما، يعني ناس تشتغل بدون حسيب ولا رقيب كما كتشوفوا اخواني، وباقي الناس في الشارع العام مع الاسف الشديد. يعني كنتمنى انه يتم يعني تحريك، يعني كأن يعني ما كاينش قرارات نهائيا بطبيعة الحال كما كتشوفوا معنا على مباشر اخواني الكرام. وانتم يعني محلات تشتغل واناس يجلون ويصلون بدون حسيب ولا رقيب، يعني اين السلطات منها ما يقع هنا في منطقة السلام كما كتشوفوا معنا على مباشر اخواني الكرام. كنتمنى يعني انه بطبيعة الحال تكون دوريات من اجل الزجر كل المخالفين، وايضا ايضا هذا نداء ايضا للمواطنين باش انهم يحترموا هذا القرار. انتم كتشوفوا اخواني الكرام يعني محل اخر، يعني بطبيعة الحال يعني محل اخر اللي كيشتغل كما كتشوفوا محل اخر يعني يشتغل، يعني كاين مجموعه من المحلات التجاريه اللي كتشتغل. كاين ناس ولله الحمد يعني محترمين يعني الاغلاق، الا ان كاين محلات عديده تشتغل. يعني ربما ما فهمتش يعني واش السلطات المحليه ما كايناش هنا، واش هاد الناس ما سيقينش الخبر مما يقع هنا بمنطقه السلام. يعني انتم كتشوفوا يعني كاين اللي كيطفي الضوء باش ما يبانش يعني فاش كتكون دورية كتمر من هنا او هناك. فالامر يعني يثير الكثير من علامات الاستفهام.